جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فا نون حا، بعث يسأل ويقول: في أحد الأعوام قمنا بالحج أنا وزوجتي، وكنا ضمن إحدى الحملات، وعند قدومنا لمكة فوجئنا بوجود المخيم خارج منها بسبب الزحام الشديد، وبتنا أيام التشريق في مخيمنا مع الحملة خارج منها أقرب ما نكون إلى مزدلفة حسب اللوحات الإرشادية الموجودة في المشاعر. سؤالي فضيلة هل علينا إثم أو دم؟ وهل حجنا صحيح؟ علما بأن الحملة عند تسجيلنا معها إلى الحج كانوا يقولون إن المخيم في منى، ولكن عند قدوم منى حدثت المفاجأة، علما بأن كثيرا من المخيمات تقع خارج منى مثلنا، أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. يجب على أصحاب الحملات أن يفوا بالشروط التي بينهم وبين الحجاج والمعتمرين، لأن المسلمين على شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلا يجوز لأصحاب الحملات أن يتساهلوا في هذا الأمر وأن يخلوا بالشروط التي بينهم وبين من تعاقدوا معهم من الحجاج والمعتمرين، وكذلك من باب أولى لا يجوز لهم أن يعملوا أعمالا تخل بالمناسك كالمبيت كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والنزول بمنى والمبيت فيها أيام التشريق، فإن هذه مناسك. يجب على أصحاب الحملات أن يمكنوا من معهم من المتعاقدين أن يمكنوهم من أداء مناسكهم، لكن إذا اضطروا إلى أن ينزلوا خارج منى لأنهم لم يجدوا مكانا بعد بذل الجهد وبعد المراجعة ولم يجدوا مكانا، فإنهم ينزلون مع الحجاج قريبا من منى، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا بذلوا الجهد وسعوا في تحصيل أماكن في منى فلم يقدروا، فإنهم ينزلون قريبا منها مع الحجاج في مزدلفة أو في أي مكان مجاور لمنى، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم على الحجاج الذين عندهم مقدرة أن يأتوا إلى منى بالليل، يأتون إلى منى بالليل ويبقون فيها معظم الليل ثم يرجعون إلى قيامهم. أما إذا لم يستطيعوا هذا، لم يستطيعوا الاتيان إلى منى لبعدها أو للمشقة التي لا يتحملونها أو لكون فيهم نساء لا يستطعن الذهاب أو مرضى، فلا بأس أن يبيتوا بخيامهم ويكونوا معذورين في هذه الحالة، يسقط عنهم المبيت منى لأجل العذر الذي لم يستطيعوا الخروج منه. نعم.